الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الله أكبر الله أكبر
سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر. الله أكبر على من طغى وتجبر. الله أكبر في كل آن وحين. اللهم لك الحمد نور السماوات والأرض وما فيهم. اللهم لك الحمد قيوم السماوات والأرض وما فيهم. اللهم لك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. مرحبا بكم إخوة الإيمان في بيت من بيوت الله، نحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بصوم شهر الطاعة، بشهر المغفرة، بشهر الرحمة، بشهر الخير والبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في بيته في هذه المناسبة الطيبة الكريمة أن يجمعنا في مستقر رحمته حتى ننال الجائزة التي وعدنا الله بها. لقد
عطشت أفواه وجاعت بطون ونحلت أجسام خلال هذا الشهر الكريم، ابتغاء ماذا؟ ابتغاء رحمة من الله، ابتغاء رضوان لله، ابتغاء امتثال لأمر الله. نقول لك يا الله، أنت الذي مكنتنا على صيام شهرك رغم ما فيه من تعب ومن حر. الناس كانوا يقولون كيف نصوم هذا الشهر في مثل هذه الأيام شديدة الحر؟ كنا نقول لهم والله إن الذي أمرك هو الذي سيمنحك المدد والقوة والعون لتؤدي له طاعته على الوجه الذي يرضاه. وها هي الأيام قد انصرمت، وهذا الشهر قد ذهب، وهؤلاء الأنفس، هذه الأنفس الطيبة جاءت إلى بيوت الله لتقدم لله شكره ولتسجد لهذا الإله العظيم، تقول له يا الله يا كريم، ها نحن قد مننت علينا بفضلك أن صمنا شهر رمضان، أكرمتنا بالصبر، ونسألك أن تكرمنا بالأجر. إخوة الإيمان، سبحان الله، وقفت أمام آية أخافتني، لكنها فتحت لي باب الأمل، فتحت لي باب الرحمة. الله سبحانه وتعالى إن كان قد من على أهل المعصية، من عليهم ببشرى جميلة جدا، فماذا قال؟ قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا كان هذا الإله العظيم قد من على العصاة بأنه غفور رحيم، طيب هذه الوجوه الطيبة التي صامت النهار وقامت الليل، ألا يكرمها ويعطيها؟ ألا يدخلها جنته؟ ألا يغفر لها ذنوبها؟ حاشا لهذا الإله أن يظلم. إن كان قد من على العصاة بقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، فكيف بالهؤلاء الذين صاموا النهار وقاموا الليل ووقفوا بين يديه يتقربون إليه بالطاعة والعبادة؟ سبحانك يا الله. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول له الصالحون؟ يقولون له: يا الله، هذا الإله العظيم، إن تبت حياني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت حياني، وإن أحسنت جازاني، وإن أخلصت نجاني، وإن أخلصت نجاني. هذا الإله العظيم ألا يستحق منا أن نصلي له الليل والنهار؟ ألا يستحق منا أن نتقدم إليه بواجب الشكر والطاعة؟ إخوة الإيمان، أبشر يا من صمت رمضان إيماناً واحتساباً بمغفرة من الله ورضوان، أبشر بيوم الجائزة، هنيئاً لك أيها الصائم نهاره وأيها القائم ليله. المساجد قد غصت بروادها، بزوارها، بعمارها، الكل ماذا ينتظر؟ ينتظر رحمة من الله، ينتظر مغفرة من الله، ينتظر أن يقبل الله توبته. وإن كنا إخوة الإيمان، رغم أن الله سبحانه وتعالى ماذا يقول سبحانه؟ إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. نحن كنا نقول أن هناك من تحدى الله سبحانه وتعالى وجهر بفطره،
وهذه المقاهي قد غصت بروادها، وهناك من أخلص لله سبحانه وتعالى فصام كما أمر، وقام إيماناً واحتساباً كما أمر، صام لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة، وصامت جوارحه عن كل فعل لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهناك من لم ينل من صومه إلا الجوع والعطش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لمن أساء وأن يجازي من أخلص. لماذا إخوة الإيمان؟ كيف نعلم أن الجوارح إنما تأتمر بأمر ماذا؟ بأمر القلب. فإذا خلص القلب لله سبحانه وتعالى وتوجه بصدق وإخلاص أخلصت الجوارح، فما عملت اليد إلا خيرا، وما عملت القدم إلا خيرا، سعياً إلى مساجد وبيوت الله. والجوارح، العين لا تنظر إلى حرام، واللسان لا يتحدث إلا بذكر وخير وتلاوة قرآن. هكذا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد عمنا برحمته، قد عمنا بفضله، قد عمنا بإحسانه. أمر جاء أحد الصحابة الكرام، لا أطيل عليكم لأن اليوم هو يوم فرح، يوم عيد. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أحد الصحابة الكرام فقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا أسأل عنه أحداً بعدك. وصية، قل لي. فماذا قال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ قال: قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله. لماذا؟ لأن الكثير منا لا يكذب، لا يسرق، لا يعمل مكروها، لكنه لا يأخذ ذلك عن طريق إيمان. لا، يقول: أنا هكذا تربيت، القيم والمثل والمبادئ التي جاء بها فلان وفلان إنما أتبعها. نقول له: أنت، يقول له رب كريم، أنت قد أطعت ابتغاء مرضاتي كذا وكذا، فاسأل الأجر ممن أطعت وأخلصت. أما إذا كان ذلك امتثالاً لأمري لأني أمرتك، فانتظر الجائزة ممن أمرك وهو أنا الله. إذن لا بد من إيمان صادق ثم استقامة. فإذا استقام القلب استقامت الجوارح، فما فعلت كلها إلا خيراً ورضاً. وبالتالي الله سبحانه وتعالى يقول: جنة عرضها السماوات والأرض. سأل أحد الناس: طيب يا رب، نحن نعلم أن العرض هو أقل من الطول، فإذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فما هو طولها يا الله؟ هذه نخصص لها إن شاء الله خطبة جمعة بقدرة الله. لذلك إذا كانت الجنة عرضها السماوات والأرض فما بالك بطولها؟ يا الله يا كريم، نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون ممن قبل صومه وقبل قيامه وزكى عمله ورضي منه. قال عبدي: أأنت رضيت بي ربا فأنا قد رضيت بك عبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان،
ما أحرانا بعد أن من الله علينا بهذا العمل الصالح، بعد أن وفقنا رب العزة لهذا، بعد أن عطرنا ألسنتنا بتكبير الله سبحانه وتعالى لنقول لك يا الله، نعظمك يا الله، نقول الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ما طارت الحمائم وما غردت على الأيك الحمائم، نقول لك يا الله. هذه ألسنتنا قد شهدت على وحدانيتك، وهذه جواحرنا صدقت بما قلت. عند ذلك نقول، أو علينا أن نتدبر، أن الحياة قصيرة، أنك إن أخلصت لله في رمضان فإياك أن تعدل خط سيرك، إياك أن تغرك الدنيا، فقد غسلت إن شاء الله ذنوبنا وآثامنا، ونسأل الله أن يكون قد قبل صيامنا وأعمالنا وطاعتنا. فلنعاهد الله على أن لا نعصيه في مكروه وأن لا نعصيه في منكر. نقول له يا الله، أنت مننت علينا بالفضل فجئنا إلى بيتك. أحد العارفين بالله ماذا يقول؟ انظروا كيف يعيش العاشق مع المعشوق. ماذا كان يقول عندما يدخل إلى بيت الله؟ يقول يا الله، من زار حيا في بيته أكرمه. أنا إن جئتك أخي الكريم إلى بيتك تعطني وتكرمني غاية الإكرام، وتقدم من بيتك كل خير لي. فكان يقول بفكر بسيط ساذج، يقول له يا رب، من زار حيا في بيته أكرمه، وها أنا جئتك إلى بيتك، ألا تكرمني وأنت الكريم وعزتك وجلالك؟ لن أخرج من بيتك حتى تغفر لي الذنب وتستر العيب وتفرج الكرب. شوفوا كيف محبة العبد إذا انتقلت من طاعة الخوف إلى طاعة المعصية، عفواً، من طاعة الخوف إلى طاعة الحب والعشق. دائماً أقول إخوة الإيمان، الطفل عندما يطيع أمر والده إنما يطيعه خوفاً من عصا غليظة يتوعده بها الأب، لكن عندما يكبر الولد ويصبح شاباً كبيراً ويصبح الأب رجلاً كبير السن طاعناً في زاوية من البيت، تبقى الطاعة هي هي. ولكن أقول لهذا الرجل الكبير، أما زلت تخشى عصا والدك الغليظة التي كان يتوعدك بها؟ يقول لا، إنما كنت أطيعه خوفاً من عصاه لأنني كنت صغيراً، أما الآن أطيعه عشقاً وحباً. لماذا؟ لأني علمت ولمست عظمة هذا الأب. كم كنت جائعاً فأشبعني، كم كنت عرياناً فأكساني، كم كنت ضعيفاً فشد أزري وقواني. الآن أعشق هذا الأب وأتمنى مرافقته دائما. فما بالكم إخوة الإيمان، كنا نحن نطيع الله خوفاً من ناره، خوفاً من عقابه، بعد أن ذقنا حلاوة القرب منه فأصبحت طاعتنا طاعة محب، طاعة لحبيب، طاعة عاشق لمعشوق، طاعة متيم والهان لهذا الإله العظيم جدا. أحد العارفين كان ماذا يقول؟ والله لوددت حاشا لله أن يمثل، وددت أن أقبله، أن أحضنه، أن يعني ماذا، لكن حاشا لله أن يكون، ليس كمثله شيء. إذن نحن نريد أن نعشق الله، أن نحب الله، أن نعود إلى الله. من تاب ورجع وعمل صالحا فليحاسب نفسه من الزلل والخطأ، فلا نعلم متى يكون الأجل ومتى نلقى الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نلقاه بنفس مطمئنة
راضية بقضائه، مؤمنة بلقائه، متمنية رحمته ومغفرته. إخوة الإيمان، لنرفع أكفنا إلى الديان، نقول له: يا حبيبنا يا الله، نسألك أن تتقبل منا الصلاة والصيام والقيام، أن تجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا حليم يا غفار يا عليم يا ستار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راح، لا تعذبنا فإنك علينا قادر. أيعذب الحبيب حبيبه؟ أحببناك بقلوبنا، أحببناك بكل ذرة فينا. يا الله يا كريم يا أرحم الراحمين، نعوذ بك من غنى يطغينا، نعوذ بك من فقر ينسينا، نعوذ بك من صاحب يؤذينا، نعوذ بك من عمل يخزينا، نعوذ بك من دنيا تشغلنا وتلهينا. اللهم اجعل هذا البلد آمناً مطمئناً، رخاءً سخاءً، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمن روعاتنا، اللهم آمن روعاتنا. اللهم من شق عصا الطاعة عليك فاهد قلبه حتى يعود إليك، حتى نعود مؤمنين موحدين سالمين آمنين في بلد يعمه الأمن والرخاء والسلام. اللهم احفظنا من كل مكروه، اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل مكروه. اللهم ادرأ عنا الفتن والمحن، اللهم ادرأ عنا الفتن والمحن. اللهم انزل السكينة والأمن والسلام على بلاد المسلمين، اللهم اشمع شملهم، اللهم يا الله احفظهم بحفظك وارعاهم برعايتك حتى نعبدك كما أمرت. اللهم لا تعاملنا بعدلك، إن عاملتنا بعدلك هلكنا، وعاملنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك وإحسانك، فإن عاملتنا بها فزنا ونجونا. يا أكرم الأكرمين، اشف مرضانا، عاف مبتلانا، ارحم موتانا، اجعل الجنة مأواهم ومأوانا. اللهم أيدنا بتأييدك، وارحمنا بفضل رحمتك وواسع فضلك يا كريم. أجب دعانا بكرمك مولانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.